اخره الحلو لما تبهدلوا الايام. معلش ما تيجي تلاعبني ولا هتتنك عليا عشان بيت صاحب محل؟ صاحب محل ما ينفعش يا زميلي، لازم افضل انضف الموكيت من السجاير اللي عيال السرس بيرموها. نفسي افهم دي لازمتها ايه محطوطه قدامهم. يابا زوغ زوغ عشان ما تتغلبش، وتبص الاسطوره اللي بتقول ان صاحب المحل ما بيتهزمش. اسطوره، وانا لو صاحب محل كنت هتمرمط المرمطه اللي انا فيها دي يا زميلي. كنت هجيب الواد مكرات مرمطه؟ اكيد طبعا، يا نهار ابيض انا كنت هبهدله مش همرمطه. بدل المرمطه اللي انا فيها دي كل شويه كل واحد يقول لك ايه، لا اصل درابي يعلق، غيره لي يا يحيى، لا مش دافع، اصل اللعبه بتهنج يا يحيى، عايز يتنك يقول لك هات لي مشاريب يا يحيى، تقولش يحيى شاهين. لما تيجي تورينا حلاوتك يا يحيى. حبيبي عشان قلت لي بس يا يحيى. حلوه يحيى دي؟ تعالى العب زنار. ماشي يلا بسرعه قبل ما صاحب المحل يجي. انا خلاص ما بقتش زبون. بيلعب بس. احمد ربنا يا يحيى ان انت شغال. الحمد لله. وبعدين يا اسطى اكل العيش في اوله صعب. وبعدين انت فنان، لو خلصت نفسك في مشوار الاغاني اللي انت بتكتبها لنا دي هنتصيد كلنا وهنتنطط، هتبقى برنس الشعراء ولا جنرال. مين يابا؟ برنس الشعراء على نفسه، انما في البي اس انا البرنس. حب عندك السيلز. بقول لكم انا همشي دلوقتي. راح فين؟ هاجي لكم تاني اعطيكم. ماشي يا زميلي، يبقى تعالى. ماشي صح حبيبي يا جميل. ايوه يا حرام، هزقوا قدامنا كلنا وسط الفصل كله. بقول لك ايه، ما تيجي نروح نجيب سندوتشات؟ طب يلا. الدنيا حر قوي نمشي في الشارع كده. هي قوي. تعرفي تودي ايه؟ سيبك سيبك. طب وايه اللي هنمشي امتى؟ مش عارف. مريم ممكن اتكلم معاكي بس لحظه؟ بس استاذنك انا سلام. سلام. جاي عشاني ولا الايه؟ جاي عشاني. ايه خير، بس عندها اتلغت والمدرس ما جاش. طب وانت مالك شكلك متقدر كده ليه؟ عادي يعني، كنت عايز اتكلم معاك في موضوع كده بس متردد. ايه الموضوع؟ قول. انا وايه كنا بنتكلم في شكل علاقتي انا وانتي، وايه كانت شايفه يعني ان احنا مخلوقين. وانت بتتكلم مع ايه في موضوعنا ليه؟ ايه دخلها اصلا؟ هو انا مرتبطه بيك ولا بايه؟ ممكن تهدي؟ مريم احنا في الشارع. الموضوع ببساطه ان ايه شايفه ان انا وانتي ممكن نكون ما بنحبش بعض زي ما احنا فاكرين. عشان انت البنت الوحيده اللي حبيتها وشفتها في حياتي، مش يمكن لما اشوف ناس تانية او بنات تانية الموضوع يختلف، او مشاعري من ناحيتك ممكن تروح في حته تانية. خد اتفضل، خد حاجتك وبقى اي حاجه هتوصل لك النهارده. انت تسمعيني؟ طيب مش عايز اشوف وشك تاني، انت فاهم ولا لا؟ السلام عليكم. مريم اهلا. ازاي؟ عامله ايه؟ كويسة؟ أنا أحسن شفتك واقفة مع الواد كريم جاركو هنا، وشفتك مشيتي بعدها بتعيطي، فقلت ممكن يكون زعلك ولا حاجة، قولي لي بس وأنا أظبطهولك. لا 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 مفيش حاجة. على فكرة أنا كان ممكن أقول ليحيى، بس أنا برضه ما حبيتش أكبر المواضيع وأعمل حوارات، وهو أصلا مستحلف لي بقاله فترة. متشكرة. وأنتوا فركشتوا؟ أصل يعني شفتك وأنت واقفة معاه رميتولي السلسلة في وشه، فقلت يعني ممكن تكوني. بصراحة مريم يعني أنا معجب بيكي. لهوي وش كده يعني؟ وانا احور عليك ليه يعني؟ لا انت غريبه ولا انا غريب، لا انت بنت حتتي واخوك صاحب وحبيب، يبقى هننجر ليه بقى؟ انت فكري وانا استني ردك. ماشي هات موبايلك. بس ديت نمرتي ارنلي وابقى اكلمك بالليل. ماشي ماشي سلام. ايوه استنيك. عسل عسل.